وفاطم لهذه المؤامره. اكيد اكيد. طيب احنا معانا اتصال من زميلنا عماد خلاف مراسل الدستور من محافظه المنوفيه. مساء الخير عماد. اهلا مساء النور يا فندم. طمني قول لي بقى ايه اللي بيحصل عندك، انت موجود فين بالظبط وايه اللي بيحصل دلوقتي في عمليه الاستفتاء على الدستور؟ انا موجود في شمين الكوم يا فندم، الاقبال متزايد، فتحت اغلب اللجان مواعيدها ما عدا لجنتين في اشمون ولجنتين في منوف بسبب الشفوره المائيه. يعني دول لجنتين لسه ما فتحوش في اشمون وفي فتحوا يا فندم، فتحوا بس متاخرين 20 دقيقه فقط. 20 دقيقه بس؟ طيب. فقط بسبب الشفوره المائيه بس، القضاء اتاخروا بس. عشان ظروف الجو. بشكل عام في تزايد كبير جدا امام اللجان، وفي تامين من قوات الجيش وقوات الشرطه. وتوابير بقى زي ما احنا عمالين نسمع من طوابير يا فندم بالالاف، كتير جدا ناس واقفه ومستنيه ان هي يجي دورها للتصوير. والناس حالتها ايه وهي واقفه في الطوابير؟ يعني مش متذمرين ان الطوابير طويله؟ لا لا، في حاله سعاده، في حاله سعاده، وفي حتى قوات الجيش وقوات الشرطه بتتعامل بلين مع كل المواطنين، وفي تامين جامد حوالين لجان التصوير. ومفيش اي حاجه يعني عماد حصلت من، يعني مفيش اي حاجه لا قدر الله حصلت، محدش حاول ان هو يضايق الناس، محدش حاول ان لا هو لا لا لا. مفيش مسيرات، مفيش اي كلام من الكلام ده؟ لا 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 مفيش، بس تم كان اللي هو مدير الامن سعيد توفيق كان اعلم منذ قليل عن ضبط مجموعه من المتفجرات بدايه الصنع في السادات، في مدينه السادات، في مدينه السادات او مولوتوف. بس الحمد لله ما فيش حاجه حصلت. لا 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 ما فيش حاجه يا فندم، لا ما فيش حاجه. وطمني بشكل عام. نعم يا فندم اتفضل. بشكل عام، بشكل عام عمليه التصويت بتتم بسلاسه وفي تامين كامل من قوات الجيش والشرطه. طيب طمني بقى على توابير السيدات، سيدات المنوفيه، طمني عليهم التوابير بتاعتهم عامله ازاي؟ سيدات المنوفيه كلهم خارجين يصوتوا بنعم، يعني الأغلبية العظمى هيصوتوا بنعم، حتى ما عملنا مجموعة لقاءات مع المواطنات أغلبهم بيقولوا نعم، وفي بعض السيدات وبعض الناس رافعين صور الفريق أول عبد الفتاح السيسي. طيب تمام، يعني كل شيء مستتب، مفيش الحمد لله أي حاجة في المنوفية. لا 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 مفيش حاجة يا فندم، مفيش حاجة غير اللي هو التأخير خمس لجان بسبب الشفوره المائيه فقط. تمام عماد طبعا. بشكرك واحنا مكملين ومتواصلين معاك كمان.